بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفيديو دوت هنكمل بقية كلامنا على الاكسبشن والاكسبشن هاندلنج. احنا اوريدي شرحنا الاكسبشن انها مشكلة بتحصل في الران تايم، وتعلمنا ان انا ممكن اعمل ثرو للاكسبشن دوت. النهاردة هنتكلم على اكسبشن هاندلنج، يعني بدل ما الميثود ثرو الاكسبشن للميثود اوف ايه هتعملها هاندلنج. افترض كده ان واحدة كده اوكي عندها اخ صغنطط، اخوها الصغير دوت كسر الاطباق بتاعت مامتها والفازة اللي جايباها من ايطاليا. حلو، البنت دي عندها حاجة من الاتنين، يا اما تثرو الاكسبشن تقول يا ماما الحقي حمادة كسر الاطباق، فبالتالي تيجي الام تضرب الاتنين، تضرب البنت وتضرب الولد الصغير. فده اسمه ان انا بثرو الاكسبشن، وده اللي خدناه في الفيديو الاولاني. اوكي، الميثود بتثرو الاكسبشن الميثود اللي فيها، او البنت ممكن تهندل الموضوع دوت انها تلم شويه تحت السجاده وشويه تحت الترابيزه وتلم كده الموضوع ده، بنسميه اكسبشن هاندلنج، وده اللي احنا عايزين ناخده النهارده. الهاندلنج بتاع الاكسبشن ان انا بقول انا هلم الموضوع جوه الميثود مش هطلعه بره، فبعمل حاجه اسمها تراي اند كاتش. تراي معناها بقول له جرب الكود دوت، الكود اللي انا شاكك ان ممكن يحصل فيه مشكله، بقول له لو حصلت مشكله كاتش المشكله ديت، كاتش الاكسبشن دوت whatever كان نوعه ايه. ولكل اكسبشن هتعمل له هاندلنج هنا اهوت. وفاينالي دي ممكن اكتبها او لا، نفذ الكود دوت اكني بيقول الولد العب براحتك. اوكي، لو حاجه اتكسرت هنعمل كذا، وفي الاخر هنعمل الكود دوت. لان خلي بالك لو الكود دوت ده السطر الاول ودوت السطر التاني ولو دوت السطر التالت، لو حصل اكسبشن هنا اهوت في السطر دوت مش بنفذ السطر التالت، خلاص انتهى. بروح من السطر التاني اشوف مثلا لو الاكسبشن دوت كان اسمه اي او اكسبشن، بقعد ادور في الكاتش لان ممكن يبقى عندي كذا كاتش، مثلا كاتش مثلا اري اوت اوف باوند، كاتش مثلا اي او، ادور لحد ما الاقي الكاتش بتاع الاي او. اول ما الاقي الكاتش بتاع الاي او اخش انفذ الهاندلنج جواها، اعمل 1 2 3، لكن مش برجع انفذ السطر 3 مره تانية. فاينالي ده الكود اللي بيتنفذ في الاخر. اوكي، طيب يبقى الترتيب اللي هيحصل هينفذ 1 2، بعد كده هينفذ دوت، وبعد كده هينفذ الفاينالي. فالفاينالي كود كده كده بيتنفذ. طيب افرض ما حصلش مشكله، ما حصلش اكسبشن، يبقى هينفذ 1 2 3 بعدين ينفذ الفاينالي. يبقى الفاينالي كده كده هتنفذ في الاخر. طب واحد يقول لي طب ما كناش نكتب فاينالي خلاص، وكنا كتبنا الكود الاخير دوت على طول هنا اهوت من غير فاينالي. هقول لك لا، فاينالي ميزتها ايه؟ انك ممكن وانت بتنفذ الهاندلنج بتاع الكاتش ممكن تحصل لك مشكله هنا، ساعتها مش توصل للكود اللي تحت. لكن ميزه وجود الفاينالي هنا انها بتضمن ان الكود دوت هيتنفذ كده كده. فلو عاوز اقفل الفايل او اقفل حاجه او اقفل ستريم او اي حاجه فاتحها بعملها في الايه، في الفاينالي. يبقى تراي بقول له جرب الكود دوت وكاتش الاكسبشن ديت. زي ما قلت لكم انا ممكن اكتب كذا نوع من الكاتش. اوكي، فممكن اقول له تراي الكود دوت، لان الكود ده ممكن يطلع كذا نوع من انواع المشاكل، فاقول له مثلا كاتش الاي او اكسبشن. والاي اكسبشن احد اللي تشيكد اكسبشن، تشيكد معناها انها لازم اعمل لها تراي وكاتش. يعني مثلا لو انا بقرا من الفايل هنا هقول له كاتش الاكسبشن دوت، ممكن اكاتش اكسبشن تاني مثلا فايل نوت فاوند اكسبشن مثلا، يعني اكسبشن. طيب في الاخر بقى افرض الاكسبشن اللي حصل ولا واحد من دولت، عشان امن نفسي بقول له كاتش اكسبشن. اكسبشن دوت ده البيرنت بتاع اول اكسبشنز، فلما هو يجرب دوت بعدين يجرب دوت بعدين يجرب دوت يوصل كاتش اكسبشن، كده كده بضمن ان هو يلاقي حاجه يخش ينفذ الهاندلنج اللي فيها. طب واحد يقول لي طب انا ممكن احط دوت في الاول خالص، ساعتها لو حطيته اول واحد يبقى اول ما يحصل اكسبشن هيخش عليه، ده عيبه ايه؟
عيبه انك فقدت ميزة ان كل اكسبشن عايز تهندله بشكل معين. يعني مثلا فايل نوت فاوند هتطلع رسالة للعميل بشكل معين، اري اوت اوف باوند هتبعت مثلا مسج للديفلوبر. لكن لما تحط اكسبشن في الاول انت مش هتعرف نوع الاكسبشن اللي حصل ايه، مش هتعرف تهندله ازاي، اوكي؟ وساعتها يبقى بقية الكاتشز ملهاش لازمة. وده حصل في السؤال دوت، بيقول لي ايه المشكلة اللي في الكود دوت. المشكلة ان هو بدأ بالكاتش اكسبشن البيرنت، فاما تحصل اي مشكلة هيخش على كاتش اكسبشن، عمره ما هيخش على كاتش نال بوينتر. المفروض يخلي الجينيريك في الاخر، يعني كاتش اكسبشن تكون في الايه، في الاخر. وقلنا فاينالي اوبشن ممكن احطها ممكن لا. شوف مع بعض السؤال اللطيف دوت، امتحان 2009 اكسرسايز 5. هنا عرف بافرد ريدر بيقرا حاجة من الكيبورد، قال له هلو وورلد، قال له دخل input integer، بيعمل له parsing وبعد كده بيزوده وبعد كده بيطبعه. بيقول لك two expected may be thrown، بيقول لك في two exception ممكن يحصلوا، IO exception ممكن كيبورد يحصل فيها مشكلة، أي مش إنه يقطع كان معتاد whatever، أو ممكن اليوزر يدخل داتا غلط، يدخل أحمد، أنا بقول له enter your age يدخل أحمد، فاجي أحول أحمد لإنت مش هينفع. طيب إزاي هندل two exceptions؟ بعمل try و catch. كام كاتش؟ اتنين كاتش، كاتش للاي او وكاتش لل اللي هي الانتجر دوت بارس انت الاكسبشن بتاع نمبر فورمات اكسبشن. فعملت تراي واتنين كاتش، وكل كاتش بطبع فيه ايرور مسج معينه. ف very simple. better way of dealing with exception is to give the user the chance to provide correct again. فممكن في الكاتش اعمل لوب، اقول له جرب مره تعمل، عمل هنا while loop not done. وفي الاكسبشن لو عدى من الحاجات ديت بيخلي done بترو، else الدان هتبقى شغاله ايه على طول، اوكي؟ فهنا بيقول له try الكود دوت وعمل لوب عشان الدان في الاول بفولس، while not done يعني while true شغال على طول. امتى بيخليها بترو؟ بعد ما يعدي من كل حاجه، يتاكد ما فيش ولا اكسبشن حصل، بيحطها بايه، بترو، اوكي. انا بس مش عايزك تنسى ان try catch finally finally ده كود كده كده بيتنفذ في الاخر خالص. تعال ناخد سؤال تاني ظريف برضو. مثلا السؤال ده من الاسئله الظريفه جدا جدا جدا، تفهموا بيها حاجات كتير. بيقول لك here object is an instance of the class and type class of the object if specified type. فنخش على المساله دي على الكود على طول. هنا عندي class اسمه a، و class b بي extend من a، و class c بي extend من a، و class d دوت exception، و class e بي extend من d. ساعتها في الحالة اللي زي كده، في المسائل اللي زي كده، انت ممكن ترسم كده رسمة لطيفة. ممكن تاخد كده الكود دوت، اوكي، اخده كده copy. انا هنا كده عندي class a خلاص بي extend منه class b، extend منه class c، وعندي class exception بي extend منه d، وال e بي extend من ال d، وال f بي extend من ال d، وال g بي extend من exception على طول، اوكي. المنظر عندي عامل كده اهوت. نرجع للسؤال بتاعنا. طيب بعد كده عندي class، عندنا class simple. تعالوا بقى ناخده كده copy عشان نشتغل عليه ونشوف ال output بتاعه. okay. انا خدت هنا كده class simple. ال main very simple، ال ax equal ax equal new b. فأول حاجة ينفع الكلام ده ولا مينفعش؟ اه ينفع، لأن ال b تكستند من a، فممكن أقول parent equal new child. هيبدأ constructor بتاع ال b. تعالوا كده نرجع نشوف constructor بتاع ال b في أي مشاكل، في أي حاجة بتحصل. empty class مفيش مشكلة. بعد كده هنا هيقول method m1 of ال x، m1 هيديها ال x ديت. فطبعا ال x دي بتاخد input من نوع ايه، ده عشان polymorphism، او حتى كان لو child من نوع b
دي تاني ميزة للبوليمورفيزم، ان لو في ميثود بتاخد بيرنت ينفع ابصلها اي تشايلد حتى لو كان بيور بي او كان بوليمورفيزم. فالاكس هتروح هنا اهوت، هيتراي الكود دوت، هيمشي واحدة واحدة. اول حاجة هننفذ ام 2 اوف اكس، وبعد كده نمشي مع الكود واحدة واحدة. خلاص، فهو اول واحدة هننفذ ديت ام 2 اوف اكس، هيخش هنا اهوت. اوكي، هيخش في الميثود ديت ام 2 اوف اكس، هيتأكد لو الاكس اللي جاي ديت instance of b. هي instance of b. ليه؟ لان يعني الاكس اساسا equal new b. فبالتالي هيطبع هنا اول حاجة هيطبع b. فاول حاجة نفذ ديت وطبع الـ a الـ b. بعد كده هيتشيك، مش هيخش في الـ else، كده خلصت m2. اوكي، بعد كده هيخش على M3. M3 هيبصلها صفر. تعال ننزل مع بعض كده نشوف M3 هنا اهوت، ال i اللي داخلة بصفر. if i أكبر من الصفر، لأ، i أقل من الصفر، لأ، هي through new e. يبقى يحصل هنا exception. وخلي بالك ان مثلا بت through ال d، بس عشان e بتكسند من ال d ينفع through new of the child، فهنا هي through new object من نوع e. يبقى في اللحظة دي هيحصل exception هنا اهوت، مش هينفذ الأمر اللي بعده لأن حصل exception، وهيروح على catch، هيدور على أقرب catch. هو هنا بيسرق ايه؟ new e object من نوع e، فهو عاوز ي catch ال e دوت، بس لا catch دي. طب ما هي دي أساسا هي ال parent بتاع ال e، فقلنا مدام ال parent ينفع ي catch ال e أي حد من ال child زي class exception كده. فبالتالي الكاتش دوت هيشتغل، هيخش هنا في الكاتش، هينده M5 اوف الواي. فين بقى M5؟ اهي M5، هيبصلها الاوبجكت دوت. مش الاوبجكت دوت هو نيو اي، ده الاكسبشن اللي حصل. فهيتشيك هنا اف واي انستنس اوف اي، هيطبع اي. يبقى الحل النهائي بي اي. اتمنى تكونوا استفدتم، وربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.